بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 68 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، ألفت النظر إلى الشيء الذي لفت إليه نظر بعض الإخوة. المسجد فيه متسع، هنالك في حرم آخر وراء هذا الحرم، وهنالك أروقة في الطابق الأعلى، وهنالك شاشات تلفزيون أيضا، يعني فلا داعي إلى أن تتزاحم في هذا المكان الواحد. هكذا أخبرني الإخوة. كنا نتكلم في الدرس الماضي أيها الإخوة، كنا نشرح بقية الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب فضل المشي إلى المسجد. تحدثنا عن أهمية التوجه إلى المسجد لأداء الصلوات المكتوبة، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا في أصح الأحاديث الواردة أن انتظار الإنسان الصلاة الآتية لكي يتجه بها إلى المسجد، ثم انتظاره الصلاة التي تليها فالتي تليها، هذا من الرباط، والرباط نوع من أهم وأعلى أنواع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، أي المرابطة على الثغور ومراقبة العدو أن لا يتسرب إلى أي جزء من بلاد المسلمين. وشرحنا وأوضحنا ذلك. وقبل أن ننتقل إلى الباب الذي يليه، أتمم ما لم يسمح الوقت بإتمامه ودوامه، ومن ثم أرجعناه إلى هذا اليوم. ربما تأثر وتحمس كثيرا منا لصلاة الجماعة وللمشي إلى صلاة الجماعة تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنبيها إلى الخطورة الكبرى في هذا العمل العظيم. ولا أريد أن أعيد الكلام الذي ذكرته. ربما تأثر البعض منا بهذا الكلام ووضع نصف عينيه أن لا تفوته صلاة الجماعة في أقرب مسجد إلى داره أو إلى مكتبه أو إلى محله التجاري أو إلى عيادته الطبية. نعم، قرر بينه وبين نفسه أن ينفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أن ينتظر الصلاة إثر الصلاة أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا شيء رائع جدا، وهذا هو المطلوب، وهو ما قد نبهنا إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن يجب أن لا ننسى دائما أيها الإخوة ما أذكركم به في المناسبات بين الحين والآخر من ضرورة اتباع سلم الأولويات عند وقوع التعارض. عندما لا نجد تعارضا بين الأعمال الصالحة التي تواجهنا، لا أشكال أبدا. لكن الإشكال يرد عندما تجد أن مجموعة من الأعمال الصالحة التي يندبنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزاحمت عليك وتنافست هذه الأعمال المتنوعة عليك، والمطلوب منك أن تقوم بها في وقت واحد. هنا من مخرج من هذا الإشكال؟
المخرج هو اللجوء الى ما يسميه الشارع او ما تسميه الشريعة الاسلامية من اتباع سلم الاولويات. الفضائل التي يأمرنا بها الاسلام ليست كلها على مستوى واحد، بل هي متفاوتة في الدرجة، متفاوتة في الأهمية، ومن ثم متفاوتة في الثواب. عندما تجد أن تعارضا قد وقع بين مجموعة أعمال صالحة قد ندبك إليها كتاب الله، أو ندبك إليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدت إلى قانون سلم الأولويات، ما هو العمل الصالح المفضل بين هذه الأعمال كلها؟ اجعل الأولوية له، ثم يليه بعد ذلك العمل الذي ينزل عنه درجة، ثم الذي ينزل عنه، وهكذا. عندئذ تحل المشكلة. وتطبيق هذا الكلام الذي قلته لكم يتم من خلال أمثلة، لا نستطيع ذكر أكثر من أمثلة بسيطة، الوقت لا يتسع. مثلا أنت في دارك تجلس مع أهلك، لست مشتغلا بعمل من الأعمال الهامة التي كلفك الله عز وجل بها، لكنك تجلس مع أهلك تؤنسهم تحادثهم تتودد إليهم، وهذا جيد، أذن لصلاة الظهر أو أي صلاة من الصلوات. لاحظوا، قام تعارض بين العمل الذي تمارسه طبعا بنية سليمة تبتغي بها القرب إلى الله، وهو انتهاز فرصة فراغك لإناس أهلك والحديث معهم والتودد إليهم وما إلى ذلك. قام تعارضا بين هذا العمل الصالح الطيب وبين الخروج إلى المسجد لأن الظهر قد دخل وقته، ماذا نصنع؟ هنا قام تعارض، نلجأ إلى سلم الأولويات. سلم الأولويات ماذا يقول؟ يقول إن صلاة الجماعة أهم من الجلوس مع الأهل، وإن كان الجلوس مع الأهل بالنية الطيبة عمل مفاد، لكن صلاة الجماعة ذات أهمية أكثر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. نعم. إذا تترك الدار والأهل وتتجه إلى المسجد. أنت في متجرك تبيع وتشتري، وأذن للظهر والمسجد على مقربة منك أو بعيد عنك. ها هنا لا يوجد تعارض، أنت تمارس عملا دنيويا هو البيع والشراء، بينما الشيء الذي وضع أمامك والذي يطلب منك هو الخروج من متجرك لحضور صلاة الجماعة في المسجد. لا يوجد تعارض، لا إشكال، لا داعي إلى اللجوء إلى سلم الأولويات. نأتي بمثال آخر. رجل طبيب وبين يديه مريض يطببه يفحصه وأذن لصلاة الظهر. لاحظوا أن تعارضا قد قام الآن بين الخروج إلى صلاة الجماعة وترك العيادة وبين الاهتمام بمريض أن نمتد بين يدي طبيبه. أيهما نقدم أيها الإخوة؟ نقدم تطبيب المريض. أجل، كما يقول الفقهاء في باب صلاة الجماعة بل صلاة الجمعة أيضا، نقول لهذا الطبيب إن الشريعة الإسلامية كلها بعباداتها
ومعاملاتها وحدودها، كل أحكامها جاءت لمصالح الإنسان، جاءت لرعاية مصالح الإنسان فردا ومجتمعا. وإذا كان الأمر كذلك فإن رعاية هذا المريض الذي يحتاج إلى التطبيب، هذه الرعاية داخلة دخولا مباشرا وبمستوى المصالح الحاجية في شريعة الله سبحانه وتعالى، داخلة على هذا الأساس في الإسلام. بينما صلاة الجماعة من الأمور التحسينية، فإذا سألنا هذا الإنسان ماذا أصنع، قام تعارض بين الأمرين، نقول له إلزم رعاية مريضك، وليكن قصدك لوجه الله، لا يكن قصدك من أجل مال، لا يكن قصدك من أجل تجارة. طبعا القصود هي التي تضع في الأعمال أرواحها، فإذا قصد الإنسان من عمله وجه الله تحول هذا العمل بشكل مباشر إلى طاعة من أهم الطاعات، وإذا قصد هذا الإنسان بعمله دنيا غرضا من الأغراض الدنيوية، حتى وإن كان هذا العمل حجا إلى بيت الله، حتى وإن كان صلاة، حتى وإن كان قنوتا ذكرا، تحول هذا العمل إلى هباء. فالقصود ذات أهمية، هذا شيء ينبغي أن لا ننساه. لكن عندما يقوم هذا التعارض بين أمر تحسيني شرعه الله وبين أمر حاجي أو ضروري، إذا قام هذا التعارض أيهما نقدم؟ نقدم الحاجية على التحسيني، ونقدم الضرورية على الحاجي فضلا عن التحسيني. وتطبيق ذلك أننا نقول للطبيب إلزم مريضك ورعه وأدي كل ما تستطيع من خدمات له قاصدا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ودعك من صلاة الجماعة، وإن أنت قصدت هذا فإن الله يكتبهما لك معا، يكتب الله لك أجر تطبيبك ورعايتك لهذا المريض، كما يكتب لك أجر صلاة الجماعة التي علم الله أنك لو لم تكن مشغولا بهذا المريض لهرعت وأسرعت إلى صلاة الجماعة. نعم. بل قال الفقهاء لو أن إنسانا كان يجلس إلى جانب مريض، هو ليس طبيبا لكنه يجلس إلى جانبه يؤنسه، مريض ليس من حوله أحد، يخدمه، ربما يحتاج إلى أن يذكره بالدواء الذي ينبغي أن يتناوله في الوقت المناسب، ربما يعينه إذا أراد أن يتحرك، أن يقوم، أن ينهض إلى الحمام أو نحو ذلك. نعم، احتياطا يجلس إلى جانبه يؤنسه. تعارض هذا الإيناس مع صلاة الجماعة. يقول علماء الشريعة الإسلامية ينبغي أن يستمر في إيناسه لهذا المريض وخدمته له، وسيكتب الله سبحانه وتعالى له أجر ذلك مضاعفا، والله أعلم به. إذا علم الله أنه كان متحرقا على أن يحضر صلاة الجماعة ولكنه لهذا الأمر حرم منها، فإن الله يكتب له أجر رعايته وخدمته لهذا المريض، ويكتب له أجر حضوره صلاة الجماعة التي لم يحضرها. هذه يعني مسألة هامة جدا. شريعة الله تقوم على أساس سلم الأولويات، يعني على أساس تفاوت المصالح في ميزان الشريعة الإسلامية. بل قال العلماء أيها الإخوة، ولا أعلم خلافا، لو أن رجلا يمارس عملا
غير نظيف، دهان مثلا جزار، وأذن لصلاة الظهر يوم الجمعة، صلاة الجمعة لا الجماعة، ورأى هذا الإنسان أنه لا يجد، لا يملك ثيابا نظيفة يرتديها بدلا من ثيابه المتسخة، إما أن يذهب إلى المسجد بهذا الشكل أو لا يذهب. هنا ما الذي حصل؟ قام تعارض بين إيذاء عباد الله عز وجل بالرائحة السيئة أو بالقدر، سواء كان نجسا أو طاهرا، استقدار شيء والنجاس شيء آخر، الدهان ما ليس نجسا. نعم، قام تعارض بين إيذائه لعباد الله وبين إسراعه إلى أداء فريضة من فرائض الله وهي صلاة الجمعة، الجمعة لا الجماعة، الجمعة أقول. ماذا نقول في الجواب؟ تقول القاعدة الفقهية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. شريعة الله جاءت من أجل تحبيب الناس بعضهم إلى بعض، من أجل تذويب عوامل الكراهية، تذويب عوامل البغضاء مما بين المسلمين، من أجل هذا جاءت الشريعة الإسلامية بسائر أحكامها. فإذا وجدنا أن حضورك لصلاة الجمعة يستدعي أن تؤذي أخا من إخوانك برائحة ثيابك مثلا، فماذا نصنع؟ نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ادرأ هذه المفسدة عن أخيك ولا تحقق المصلحة، المصلحة نبنيها بعد درء المفاسد. في قاعدة قريب منها يقول: التخلية قبل التحلية، يعني الوعاء الذي تريد أن تملأه بطعام أو بماء عذب تبدأ قبل كل شيء تغسل الوعاء، قبل كل شيء تنظف الوعاء حتى تجد أن هذا الوعاء أصبح مقبولا، بعد ذلك تملأه بالطعام. فإن أنت عكست الموضوع، يعني قلت التحلية قبل التخلية، يعني أنك ستأتي بهذا الوعاء المتسخ القذر تملأه طعاما، لا الناس يستفيدون من الطعام ولا الوعاء هيأته بشكل نظيف. نعم، هذه القاعدة عبر عنها بطريقتين: واحد، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أو قل التخلية قبل التحلية تسقط صلاة الجمعة عن هذا الإنسان، لأن الشريعة الإسلامية جاءت لتحبيب الناس بعضهم إلى بعض، وهذا يعكس الحكمة التي جاءت الشريعة الإسلامية من أجلها. كذلك رجل من الناس في الصباح أكل طعاما فيه ثوم أو بصل، ومن المعلوم أن هذين الطعامين يؤذيان الآخرين الرائحة، وحانت صلاة الجمعة وهو لا يزال يعلم أن رائحة الثوم تفوح من فمه أو رائحة البصل، تسقط صلاة الجمعة عنه، لأن درء المفاسد عن عباد الله أهم من جلب الأصل، لأن المصالح لم تجلب. هو لو أن المصالح جلبت بدون درء المفاسد لشرعها الله، لكن هذا الإنسان عندما يأتي إلى المسجد فالناس يتألمون ويؤذون منه، الواقع أن المصلحة لم تتحقق. الشريعة الإسلامية كما قلنا قبل عدة دروس، لماذا شرع الله صلاة الجماعة؟ ذكرنا من أجل مد جسور الألفة بين الناس، يعني هذا العمل يعكس الترتيب، لذلك نقول تسقط صلاة الجماعة عنه. لكن إياك أن تفهم من هذا أن بابا قد فتح لك للهروب من صلاة الجمعة. قد يقول أحدهم: نعم، إذا أنا يوم الجمعة سأكل طعاما في جسم، وعندئذ تسقط عنه صلاة الجمعة. هذا شيء آخر، أن تقصد
بعملك هذا أن تعمد بإسقاط صلاة الجمعة هذا مكر، تحايل على الله. لا، نسيت مثلا أفأكلت ثوما أو دعيت إلى دار إنسان أطعمك طعام فيه ثوم، هذا ما قد حصل. أما أن يتعمد الإنسان أن يتكلف لعمل من شأنه أن يسقط صلاة الجمعة فهذا شيء مرفوض، هذا ما ينبغي أن يكون. المهم أننا بينا القاعدة الفقهية المعروفة في كتب الشريعة الإسلامية وضربنا أمثلة لهذا الأمر، وأظن أن كل منا أصبحت عنده ملكة، بناء على هذه الملكة يتحرك. إذا ما أذن للظهر، وقد كانت أهله بحاجة إليه، هنالك خوف، هنالك وضع استثنائي في داره، الأمر يحتاج إلى أن يذهب إلى الدار فيطمئن أهل الدار أو يخدمهم أو يرعاهم لأمر هام، تسقط صلاة الجماعة وصلاة الجمعة أيضا عنه في هذه الحالة إذا كان هنالك أمر هام من هذا القبيل. إذا أذن لصلاة الظهر أو العصر أو أي صلاة ورأى أن هنالك مشكلة مشادة بين بعض أعضاء الأسرة، إذا بقي وأخذ يعالج هذا الموضوع فستحل المشكلة ولسوف يعود الوئام إلى المنزل، وإذا ذهب وترك البيت لهذا الحال من الضجيج ومن الإشكال فلسوف تتفاقم المشكلة. ربما نقول دعك من صلاة الجماعة واجلس مع أهلك لتعيدهم إلى الوئام الذي ينبغي أن يكون. هذه كلها أمثلة تبين لنا الواقع. قد يقول منكم قائل، وكثيرا ما أسأل هذا السؤال، أنا أحب أن أعلم أهلي في البيت صلاة الجماعة، وعندما أجلس فأصلي الجماعة فأصلي الجماعة في المنزل وأحقق لأهل البيت صلاة الجماعة، زوجتي أولادي يصلون معي ويتعودون على صلاة الجماعة ونؤنس البيت بصلاة الجماعة، هل الأفضل أن أترك المنزل وليصلي كل من أعضاء هذه الأسرة فرادى فرادى، أن أترك صلاة الجماعة في المسجد وأصليها جماعة في الدار؟ قال الفقهاء مرة هكذا ومرة هكذا، لا يخلي داره من صلاة جماعة يعيد عليها أهل بيته، لكن أيضا لا يقطع المسجد بهذه الحجة، بين الحين والآخر يمارس هذا عمل ويمارس هذا عمل. لماذا قالوا ذلك؟ لأن الفقهاء عندما قارنوا بين المصلحتين وجدوا أنهما في درجة واحدة، أنهما في درجة واحدة، فما هي صلاة الجماعة في البيت تكون كما تكون في المسجد، لكن المسجد له أفضلية أكثر، إلا أنه إذا ترك البيت وذهب إلى المسجد سوف يخلي البيت من صلاة الجماعة التي ينبغي أن يعتاد عليها أهل البيت. إذن هما مصلحتان في درجة واحدة، ماذا يصنع؟ يوزع وقته بين هاتين المصلحتين مرة هكذا ومرة هكذا. وهكذا نكون قد أتممنا بيان أهمية صلاة الجماعة، لكن وضعنا الضوابط التامة عند التعارض. هذا التعارض كما يقع بين صلاة الجماعة ومصالح دينية أخرى أيضا قد تقع بين الحج ومصالح أخرى، قد تقع بين الصوم ومصالح أخرى، قد تقع يعني دائما إذا تزاحمت الأوامر الدينية ولم تستطع أن تجمع بينها جميعا فالجأ إلى قانون سلم الأولويات، وهذا يحتاج إلى دراسة معمقة تقريبا في أحكام الشريعة الإسلامية. ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه.
باب فضل انتظار الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، يعني طالما كان متوضئا. تقول أي الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، يعني في المسجد، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. صلى الناس ورقدوا أي الذين صلوا في بيوتهم انتهوا، لكن أنتم منذ أن أذن لصلاة العشاء إلى الآن جالسون في المسجد تنتظرون صلاة العشاء. لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدور على محور واحد، وهو أن الإنسان إذا دخل مسجدا ونظر فوجد أن وقت صلاة لم يحن بعد، قال: أجلس أصلي ركعتي سنة تحية المسجد وأنتظر، بدلا من أن يخرج إلى عمل ينتظر، بقي نصف ساعة لصلاة الظهر، أبقى أنتظر الصلاة هنا. طالما كان متوضئا جالسا ينتظر فريضة الظهر، فكل الدقائق بل الثواني التي تمر عليه يحسبها الله سبحانه وتعالى له صلاة. الأحاديث الثلاثة كلها تدور على هذا المحور. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في بعض هذه الأحاديث ذكر الأجر إجمالا، وفي بعضها ذكر الأجر بشيء من التفصيل. مثلا في الحديث الثاني قال: الملائكة تصلي على أحدكم. كلمة تصلي في اللغة بمعنى دعاء، معنى الدعاء، نعم، تصلي على أحدكم أي تدعو له ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، أي ينتظر صلاة أخرى ما لم يحدث. ماذا كيف تدعو له الملائكة؟ تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا تزال تدعو هذه الملائكة له. ثم أكد رسول الله هذا عندما قال لنا أنس رضي الله عنه، كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلة من الليالي لأمر ما أذن لصلاة العشاء، النبي أخرها إلى شطر الليل، يعني إلى أن مضى نصف الليل. ويسن تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، لكننا لا نؤخرها لمصالح الناس، يعني لأنهم يريدون أن يذهبوا إلى بيوتهم يناموا لأعمالهم إلى آخره. نعم. فبقيت سنة كبيرة من الصحابة في المسجد ينتظرون أن تقام الصلاة. أقيمت الصلاة بعد أن مضى نصف الليل. لما انتهى رسول الله من الصلاة قال لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: صلى الناس أي الآخرون ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، أي لم تفتكم ولا لحظة منذ أن أذن لصلاة العشاء، بل منذ أن دخلتم المسجد تنتظرون الصلاة أنتم في صلاة، كتب الله لكم أجر الصلاة. هذا أمر أحاديث كلها صحيحة، كلها من رواية البخاري غير البخاري، لكن تعالوا نتساءل ما الحكمة من هذا؟ يعني إنسان جالس صحيح ينتظر الصلاة، لكن ما الحكمة من أن يكون أجر هذا الإنسان كأجر المصلي؟ أساس ذلك أنه يعد من الذاكرين،
أنه يعد من الذاكرين، فمناط الأجر هو الذكر. لاحظوا أيها الإخوة، أنت عندما تجلس في المسجد لا يمنعك من الخروج إلا انتظار الصلاة الآتية. كثيرون هم الذين يصلون المغرب ثم يبقون في أماكنهم انتظارا لصلاة العشاء ساعة ونصف ساعة وربع تقريبا، ما في أكثر. نعم، أنت عندما تجلس وأنت تنتظر صلاة العشاء فأنت إذن ذاكر لله سبحانه وتعالى. قد تقول لكنه ربما لا يسبح، لا يحمل سبحة يقول لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد، أو سبحان الله، أو استغفر الله، صامت. ومن قال لك إن الذكر الذي هو مناط الأجر هو حركة اللسان؟ الذكر الذي هو مناط الأجر هو ما تعرف معناه في اللغة العربية. الذكر ما هو في اللغة العربية؟ ذكرتك اليوم طوال اليوم كنت أذكرك، ماذا تعني هذه الكلمة؟ يعني كان كنت في فكري طوال هذا النهار، أنا طوال هذا اليوم كنت أذكرك. هل معنى ذلك كنت أقول يا خالد يا خالد يا خالد؟ لا، ولكن معنى ذلك أنك كنت في خاطري طوال هذا اليوم. وهذا هو معنى الذكر الذي هو مناط الأجر. ولذلك يقول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذا شرح للأمر بالذكر، أي المهم أن تكون مع الله في عقلك في فكرك في نبضات قلبك، أن تذكر الله بذكر فضائل، بذكر منه نعمه عظمته دلائل حكمته رحمته سطوته. نعم طبعا، أنت عندما تذكر الله لا تستطيع أن تتصوره، معاذ الله، كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. لكن تذكر صفاته الأسمى. نعم، الإنسان الذي ينتظر الصلاة هو لا ينتظر تجارة، لا ينتظر صديق يأتي، لا ينتظر ربح مالي، هو ينتظر عملا يقربه إلى الله. إذن هو يذكر من خلال انتظاره مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. وهذا يلفت نظرنا إلى أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى في حياة المسلم. ومرة أخرى ثالثة ورابعة وخامسة أقول: يؤلمني أيها الإخوة أن موضوع الذكر منسي 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 في حياة كثيرا، لا أقول كل، كثيرا من المسلمين اليوم. شغلنا الإسلام الاجتماعي، الإسلام الحركي الذي يعني هو جامع مشترك مع الأنظمة الأخرى أيضا لها حركات بهذا الشكل. شغلنا ذلك الإسلام الاجتماعي الحركي من هذا القبيل عن الإسلام الأساس، الإسلام الذكر، الإسلام القلب الناضر بذكر الله سبحانه وتعالى. والباري عز وجل كم وكم وكم يتحبب إلى عباده الذاكرين، كم يمنيهم بالأجر الكبير، كم يطلب منهم بلطف عجيب وغريب. أنا لا أشبع من هذا اللطف الذي يتراءى متألقا في قول الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. كلام من تعثر على أحلى من هذا الكلام؟ اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. كيف يرضى الإنسان بعد هذا الخطاب الإلهي أن يكون غافلا عن الله؟ كيف؟ من نحن حتى يقابلنا ربنا بعمل منه تجاه عمل منا؟ اذكروني أذكركم. ومن أنا؟ من أنا في ميزان الله؟ أنا صعلوك. ومع ذلك ربي عز وجل يقول اذكروني أذكركم.
اذكرني بالنعم التي أسديتها إليك، اذكرني بالفضل الذي يجيب مني إليك، اذكرني بالحكمة التي تتراها في ملكوتي، اذكرني بالعظمة التي يتصف بها الباري عز وجل. أذكرك بالرحمة، أذكرك باللطف، أذكرك بالعطاء، أذكرك بالحماية، أذكرك بالتوفيق. طيب نعم، ونحن إما أن نسدل حجبا بيننا وبين الله من أهوائنا، مشاغلنا، دنيانا، تجاراتنا، أهوائنا، وإما أن نسدل ستارا من العمل الإسلامي. هذا غريب جدا جدا، يعني تجد في بعض الناس ينهضون ويشتغلون ويذهبون ويأتون كما قلت لكم للأنشطة الإسلامية الحركية الاجتماعية، محاضرة هنا، ندوة هنا، نرسم خطة هنا، كيف نبني المجتمع الإسلامي هنا. ولو أنك كشفت عن طوايا قلوب هؤلاء الناس لرأيت قلوبا خاوية عن ذكر الله عز وجل. كيف يكون الإسلام حجابا للإنسان عن ذكر الله عز وجل؟ هذا غير متصور. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال له أحد الصحابة: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: المستهترون بذكر الله. ما رأيت أن الإسلام يحدث الاستهتار في شيء إلا شيء واحد، في ذكر الله. ما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ما مدح الاستهتار في أمر ما، لكنه مدح الاستهتار بذكر الله سبحانه وتعالى. سبق المفردون، المستهترون بذكر الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يجلس يصلي المغرب ثم إنه بعد ذلك يقول: والله لأنتظرن صلاة العشاء، هو في ذكر. انتظاره صلاة العشاء يعني أنه مشدود إلى صلاة العشاء، مشدود إلى الوقوف بين يدي الله ليناجيه مرة ثانية في صلاة العشاء. إذن هو إلى أن يؤذن للعشاء هو ذاكر. ولذلك تصلي الملائكة عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ولو لم يحرك لسانه بتسبيح، حتى ولو لم يحرك لسانه بشيء. لكن كيف إذا شغل نفسه بقراءة قرآن؟ كيف إذا شغل نفسه باستغفار؟ كيف إذا شغل نفسه بتسبيح؟ يكتب له أجل الذاكرين مضاعفة مضاعفة مضاعفة. أيها الإخوة، هنالك أعمال تظهر نتائجها في رصيد مادي حركي، وهنالك أعمال جميلة آثارها مرصودة عند الله لا تراها. فإياكم أن تحتقروا الأعمال التي لا تجدون آثارها في حياتكم. تقولون: ما أنا الآن عندما أذهب لألقي محاضرة سأجد 5 من الناس سيهتدون على يدي. أثر واضح، هذا أحسن. هذا خطأ، هذا التصور. بينما هنالك أعمال أخرى لا ترى آثارها، لكن آثارها مرصودة، يحسبها الله لك، ونتائجها تأتي لكن بدون أن تتبينها. ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ نتيجة هذه طمأنينة القلب. ما في سعادة أعظم من سعادة طمأنينة القلب. طيب، الوجل الذي ينبغي أن يفيض به فؤاد المؤمن: تعظيم الله، الخوف من الله. طيب، من أين يأتي؟ من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، كما أن الله عز وجل ربط الذكر بطمأنينة القلب، نعم ربط الذكر أيضا بوجل القلب. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم. والقلب هو الأساس، هو أساس كل عمل، أساس كل شيء. قولوا
للإخوة الذين لا يرون إلا ظواهر الإسلام، ذكروهم بقاعدة من قواعد رب العالمين في المكونات أو في الطبيعة كما يقول بعض الناس: ما من شيء موجود مستقل إلا وله وجود باطني بقدر وجوده الظاهري. قاعدة. الجبل الأشم الذي تراه له وجود ظاهري، ترى هذا الارتفاع شاهق، لكن هذا الجبل الشاهق الواسخ لو لم يكن معتمدا على جزء بسائله خفي في باطن الأرض لما كان له هذا الاستقرار. أصحيح هذا أم لا؟ طيب، إذا رسوخ هذا الجبل في قسمه الظاهري نتيجة وجود هذا القسم الباطني فيه. الشجرة العملاقة التي تراها تأتي الرياح تسفي أوراقها عن يمين وشمال وهي راسخة، من أين جاء الرسوخ؟ جاء الرسوخ من أن جزءا لسائل هذا الذي تراه مغروس في باطن الأرض. بمقدار ما ترى هذه الأغصان التي تعلي ظاهر الأرض، هنالك جذورا تساويها تنخر في باطن الأرض. ولو كانت هذه الشجرة عبارة عن جزء نثبت على ظاهر الأرض لنسفتها الرياح في عند أول مناسبة. أكذلك أم لا؟ البناء الذي تسكن فيه من أين جاء رسوخه أيها الإخوة؟ جاء رسوخه من الجزء الخفي في باطن الأرض الذي نسميه الأساس. كل شيء هكذا الإسلام. الإسلام الظاهري لا قيمة له أيها الإخوة، والله لا قيمة له، لا قيمة له إن لم يعتمد على الجزء الخفي المستكن في طوايا القلب. هذه حقيقة. الباطن يضمن لك الظاهر، لكن الظاهر لا يضمن لك الباطن. احفظوا هذه الحقيقة. كلما وجد الإسلام الخفي في باطن القلب ذكرا تنبها لله عز وجل أثمر هذا الإسلام الظواهر الإسلامية. لكن وجود الإسلام المتلائم في الظاهر ليس ضمانة بالضرورة لوجود الإسلام الباطني، والحمد لله رب العالمين.